اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حصه بوضوح يشرفني ويسعدني ان يكون ضيفي اليوم في هذا العدد رئيس حزب الافانا السيد موسى تواتي اهلا وسهلا بك سي موسى شكرا على هذه الاستضافه ونشكركم على هذه الالتفاته في حصتكم الموقره بارك الله فيك سي موسى تواتي اولا ربما لو نبداو سي موسى تواتي نشوفوا انه الوضع في, في البلاد يعني فيه وعليه فيش تشوف الوضع السائد عموما يعني في ظل الحراك الحاصل بين المعارضه بين السلطه بين كذا كيف تقيموا هذا الاوضاع؟ اظن نحن لا نرى بان هناك حراك شديد بين ما يسمى بالمعارضه والسلطه الحاكمه لانه في الحقيقه السلطه التي لا تستمد شرعيتها من الشعب وتستمد شرعيتها من من المصالح وتتاسس من منافع ضد اراده الشعب وهذا لا يعني ان هناك سلطه بل السلطه هي فئه استحوذت على السلطه وهي التي تخطط منذ الاستقلال الى يومنا هذا في اداره شؤون شؤون الشعب بدون رضا الشعب وهذا وهذا ناتج عن غياب دوله القانون، دوله احترام الحريات والمنطلقات الاساسيه للدوله. فاذا نحن لا نعتقد بان هناك معارضه فالمعارضه ليست معارضه من اجل المعارضه وان المعارضه حتى المعارضه عندنا في الجزائر ما, 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 ما ترقتش للمستوى المطلوب لاننا نعارض نظام اقتصادي اجتماعي نعارض سياسه سياسه بناء دوله قانون نعارض اه الاحتماء بالشعب صاحب السلطة الحقيقية في إطار النظام الجمهوري ولا يمكن أن نكون أوصياء على هذا الشعب بدون برامج وبدون أهداف إذا مشكلتنا هي مشكلة يعني يعني إذا فهمت تمام. أنا مثلا أنت تطعن يعني في شرعية المؤسسات رغم أنه يقول القائل أنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فات بأغلبية ساحقة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة اللي شاركت أنت فيها سي موسى هذا واحد واثنين لما تتكلم بهذا المنطق على المعارضه وكانه يعني لا سلطه ولا معارضه واش كاين اذا في البلاد؟ اظن اليوم اليوم النظام النظام او الانظمه التي تعاقبت في الجزائر كانت تفتقر الى شيء واحد الا وهو عدم احترام مرجعيه المرجعيه الثوريه اللي هي محدده في بيان اول نوفمبر واللي هي تضمن للدوله الجزائريه ان تكون دوله قائمه على اسس واضحه المعالم اللي هي العداله الاجتماعيه اللي هي النظام الجمهوري اللي هي الديمقراطيه اللي هي القيم الاسلاميه السائده في مجتمعنا، اذا كل هذه هذا الانحراف على هذه على هذا الاسس خلى الشعب الجزائري مهمش ومغصي وان النظام انفرد واستح وكان يدعو لحمايه او لمسانده السياسه الخارجيه هي لا تفعل, تفعل ما تريد بنا فهذا هو المشكل الخطير وبالتالي فنحن الاستقلال لم يتم استقلال مثل ما كان يحلم به الشهداء ومثل ما توعد به كذلك من حرروا بيان أول نوفمبر طيب خلينا مشكلة خلينا ندخلوا في بعض التفاصيل وتي هذا كلام ربما لا 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 الان نرجع للسؤال أنا قلت لك للسؤال للسؤال سيعبد واضح انه بوتفليقه فاز في الانتخابات عبد العزيز, العزيز بوتفليقه تقول لي باللي ساز بالرئاسيات ونقول لك هل هناك انتخابات شفافه ونزيهه وهل هناك انتخابات جرت بأسلوب واضح بدون مال وبدون وبدون ضغط اداري وبدون اغراءات وهميه لكل المواطنين، اذا هذا السؤال فما نجنيه اليوم من التزوير وما نجنيه من استغلال المال والنفوذ الاداري والاغراءات الكاذبه، اذا هذا هو شوف مثلا انت كان فعلا كان واحد مترشح قادر يوقف امام بوتفليقه في الانتخابات اللي فاتت الشعب هو الذي يقرر الشعب بيبقى عطاه يقول لا ما عطاهش اغلبيه ساحقه يقول قائش اثبت قائش باللي عطاه انا اثبت الاندخاب باللي, باللي ما كاش لا الصندوق من كان مشرف عليه الصندوق من كان مشرف واللي مش, مش, مش قادر يعني هناك كلمه شهيره اللي مش قادر يعس صنادقه ما يقدمش الانتخابات واش تقول باش اسس صنادقه هو اسسوا بالاداره اسسوا بالمال واذا عادت الاداره هي منحازه لشخص اذا هنا غياب القانون وغياب دوله دوله كلمه كلمه الشعب وسلطه الشعب اذا هذا هو المشكل من ترك ان الاداري الذي الذي هو في واقع الامر هو موظف هو موظف كل الجزائريين وموظف وموظف في اطار قانوني لابد ان يحترم هذا القانون، اذا الاداري صبح هو الذي يزور وهو الذي يامر وهو الذي يستدعي وهو الذي يضخم الارقام فهذا يعني ان هناك طيب. خلينا نروح أنا للتفاصيل. أنا هناك شاركت انت سي مستوتي كرئيس الجبهه فانا شاركت في تعديل الدستور الاخير شاركت يعني قانع انت انه كاين سيكون هناك تعديل دستوري خلينا نقولوا لباس به مرتقب قانع انت انا مانيش قانع لانه الطريقه الذي الذي يساغ بها الدستور دستور 63 او الدساتير كل الدساتير السبع دساتير التي التي هي اليوم كلها نابعه من سلطه مجهوله وليست سلطه شعبيه او اراده شعبيه بما معناتها قدمت ملفك قدك سي احمد ويحيى وانت فرحان وتصورت في, في التلفزيون و... نعم كل هذا ان شاء الله يعني. كل هذا م. كل هذا هل تؤخذ بعين الاعتبار طروحاتنا وافكارنا وهل تؤخذ بعين الاعتبار كل الاشخاص وكل الجماعه التي ذهبت لاداء هذا الملف انها تكون وما هي هل نشروا لكم او نشروا للمواطن الجزائري فحوى فحوى المقترحات التي قدمها كل 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 المشاركين والمساهمين في هذه في هذه وتركوا للشعب ان يقول كلمته او يسند او يرفض فهذا هو المشكل الحقيقي ان حتى الحوار الذي نجريه نحن دخلنا بطبيعه الحال في في الجبهه الوطنيه الجزائريه لايداع للمساهمه والمشاركه في هذا التعديل ولكن هل مقترحاتنا تؤخذ بعين الاعتبار او لا وهل المواطن الجزائري الذي سوف نقول له من خلال من خلال هذه الجلسه نقول له نحن لا نؤمن بدستور لا ين لا, لا تكون له ارضيه, أرضية الارضيه بد ان نختار اي نظام او الذي يرتديه الشعب لنفسه هل نحن نظام رئاسي او نحن نظام شبه رئاسي اللي هو النظام الفرنسي نبقى على الدستور الفرنسي في الجزائر او نحن نظام برلماني اذا نحن طرحنا السؤال بهذه الطريقه قبل ان نناقش الدستور علينا ان نناقش ميثاق ميثاق يحدد الشعب الجزائري مفهوم نظام الدستور الجزائري ثم بعد ذلك عندما يتحمل مسؤوليه الشعب ونحترم اراده الشعب في النظام الذي يرتديه الشعب لنفسه لانه هذا نظام جمهوري مش هي نظام ملكي والا ما عالجنا ما عالجنا الدساتير طيب طالحت لتعديل الدستور وشاركت سي موسى لماذا ما مشيتش كما مشيت المعارضه في تنسيق الانتقال الديمقراطي وعرض الذهاب انت, انت ذهبت يعني انت حزب معارض وذهبت خالف كل واحد ملزم ب ملزم بافكاره ملزم بنضاله ملزم بطريقه نضاله م. نحن لا نعارض لا لا نمتنع لان من حقنا وواجبنا المواجهه لانه لانه المعارض هو الذي يواجه هو الذي يدخل في كل المحافل هو الذي يتحدث ويقول هذا هذه الدوله دولتي هذا هذا الوطن وطني هذه القوانين هي سوف تفرض علي اليوم او غد اذا انا أكون هنا وأقول كلمتي وأعرض من الداخل لا أعرض من الخارج لأننا ما علمتنا فيه أن السيد رئيس الجمهورية الحالي عندما سقط من الحكم فلجأ إلى الخارج وعندما لو لم ينجح في, في لم ينجح في في إدارة شؤون الدولة الدولة كيف لجأ للخارج؟ لجان الخارج يعني كان وزير خارجية عندما الرجل رجل معروف أنه كان وزير كان. خارجية هل كان عايش في الجزائر؟ كان من بين المترشحين وكان بين المحتملين يقول القائل هو والسي محمد صالح يحيوي الله يطول في عمره باش يكون رئيس وشراء مصر الناس كامل على بالها وانت أكثر مني في, في, في السن يعني والله والله لو نعاودوا نوليو وربما موش نقاشنا باش نمشي لو نعاودوا نوليو لو نعاودوا نوليو عندما أقصي من المساهمة والمشاركة في في الدخول للترشح باسم جبهه التحرير الوطني انذاك وهل السيد عبد العزيز بوتفليقه بقي في الجزائر لذا امر اخر موش, هناك موش لجا لجا يعني لجا خيارات لا في الحياه لا 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 لجأ إلى لجأ للخارج ذهب الى الخارج ولم ما يبقى بين معروف أبناء معروف الوطن هذا معروف المعاناة اللي ممكن اللي ما ما كان حتى معاناه مش من المعاناه انت كنت وزير هل مسك شخص في حياتك؟ لا هل, خل... هل 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 سلبت منك س... أ... معنوياتك؟ انت أبقى في الجزائر نرجع طيب في الجزائر نرجعوا لموضوعنا موضوع الرئيس بوتفليقه ربما موضوع اخر لو كان حاضر هناك شخص ناقشه انا حسب معلوماتي ونشرت هذا في يوميه البلاد انه الخميس الفارط تحصل رئاسة مؤسسه الرئاسه بعثت بوثيقه تعديل الدستور الى السيد رئيس البرلمان السيد العربي ولد خليفه ووثيقه الى السيد بن صالح وكذلك الاحد الفارط وثيقه الى المجلس الدستوري للاعلام يعني الاخطار معنى ذلك كل المؤشرات تقول انه تعديل الدستور المرتقب سيمر على البرلمان بغرفته وكذلك يكون في نهايه شهر افريل انت واش تقول اظن اليوم كل الدساتير التي صيغت منذ منذ عهد بن بلا الى عهد مدين الى عهد الشادلي الى عهد هذه الى عهد اللي هي الان هذه ثالث مره التي يعدل فيها الدستور في في حكم السيد عبد العزيز بوتفليقه هذا يعني صبح قانون عضوي وليس بدستور ولا يمكن ان يعدل الدستور هو موضح ومقنن في هذا الدستور لا يمكن ان يعدل الدستور عن طريق غرفتين هم يشكلان يشكلان مهزله انتخابات في الجزائر وانت تعرف كيف وقع للقانون الاسره تحرش للتحرر نتكلم عن القانون إيه اذا إيه إيه هذا الدستور ما قانون عضوي باش يتعدل في كل في كل عشر سنوات او في كل خمس سنوات كما هو الحال اليوم الدستور هذا هو قانون اساسي للدوله والقانون الاساسي للدوله تنبع منه قوانين عضويه قوانين عضويه اللي ربما يمكن لاي برلمان او لاي لاي او لاقتراح من المجلس الدستوري او اقتراح من رئيس الجمهوريه تعديله هذا الدستور لا يمكن ان ان يحل محل القوانين العضويه اي القانون الاجراءات المدنيه او الاجراءات الجزائيه او الاجراءات الماليه او القوانين الماليه فهذا الدستور هو مرجعيه وبالتالي لا يمكن لرئيس الجمهوريه أن يقوم بتعديله بهذه رؤساء الجمهوريات يعدلون الدساتير على أهوائهم وعلى مزاياهم فهذا مشكل خطير بأننا هنا أثبتنا يعني زي هنا, زي. هنا, أثبتنا بأن الجزائر لم منذ الاستقلال يعني بعد خمسين سنة لم نجد استقرار دولة القانون ولا, نجد ولا نصل إلى الارتقاء لاحترام أبجديات أنظمة الجمهورية الديمقراطية الشعبية تتوقع يكون في نهايه شهر افريل؟ في يكون يكون مثل ما كانت الدساتير الاولى ما ما هذا هو المشكل المشكل اننا المشكل الان نحن كيف يمكن ان يكون ان يلتف حول هذه هذا الدساتير الشعب هل يلتف او يرفض الان نحن لا نفكر في الدستور ولا نفكر نحن نفكر كيف يمكن ان نخرج الجزائر من الحكم الاحادي النظر حكم المصلحي حكم الفئوي الى حكم سلطه الشعب وهذا هو وهذا هو المشكل اليوم احنا جربنا وشفنا انه في عهد الشاذلي بن جديد جينا بدي للانفتاح للتعدديه السياسيه ماذا ماذا اجنى الشعب الجزائري من الانفتاح الدستور دستور الشاذلي بن جديد هو الانفتاح على الانفتاح على للدستور هذا من اجل العوده الى التخلي على النظام الاشتراكي الاجتماعي الى النظام لانه هنا الخطوره اللي ما نش فاهمينها بعدها شوف اللي الانفتاح حاجه مش مليحه الا ما فهمت الانفتاح الذي لا يكون تحت طيه القانون واحترام التدرج في 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 الثراء وفي وفي المحافظه يعني على يقول لك ال... الانفتاح الانفتاح مش ماكش معايا الان رئيس حزب التحدث وانا مانيش معاك نحاول لا لا, لا هذا ما ماشي انفتاح هذا حي انفتاح كلامي لان نهضر لك على الانفتاح السطحي لانه الانفتاح الحقيقي هو هو المعيشه الانسان هو التساوي في الحقوق والواجبات هو دوله قانون اننا نكون متساويين بيني وبينك في 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 القانون لا رئيس ولا مرؤوس لهنا امام القانون ما يقعدش رئيس وما يقعدش مرؤوس يقعد مواطن جزائري عندما يخل بحقوق بحقوق بالواجبات الوطنيه وحقوق الانس والحقوق الانسانيه نتساوى في الحقوق امام القاضي هنا علينا ان نجعل من القاضي قاضي مستقل لا قاضي الاوامر لا قاضي التعليمات لا قاضي يزيح من مكانه او يحول من مكانه او يعاقب في مكانه بقرار اداري، اذا احنا لهنا مازلنا ما وصلناش لهذا، تقول لي درك تعديل الدستور، انا نقول لك غير راضي غير قابل أن يكون هناك تعديل دستور، لانه هما هما متنبئين ومتصورين بان الشعب سوف لن يذهب فيها في تعديل هذا الدستور لو يطرح على الاستفتاء الشعبي، لان لان, لأن لأ لأ الاشكال اللي رانا واصلين ليه هو الاشكال الان بعد الانفتاح على الاقتصاد في آه على السياسه من اجل من اجل الولوج الى الى تحرير آه إلى الخروج من النظام الاشتراكي الاجتماعي الى الان نصل الى النظام آه وصلنا الى النظام الفوضوي آه في الجانب الاقتصادي في في التسيير في في, في الاخلاء بقواعد الاساسيه للقوانين الدوله الان وصلنا الى البرجوازيه البرجوازيه آه التي تحكم المال والسلطة ومن وصل إلى يعني سلطة يعني على رجال الأعمال هذول يدخلوا في السياسة ولا كل الناس اللي كل الناس لانه الان ما كانش اكثر من 400 و 400 عائله برك اللي تستحوذ على المال الجزائريين البقيه ما هم هذه معلومه ولا هذا هذا شيء اصبح بديهي الوسطاء والبقيه ما هم الا وسطاء اللي اللي 400 عائله ل... تسيطر على لا لا لا. على كل المال الجزائريين اليوم من جاتك هذه المعلومه السيتو عندك هذه معلومة ولا تحليل هذا هذا اول مره سمعت هذا الكلام هذا هذا تحليل هذا تحليل تحليل اللي يعني كي راح ترجعنا الهند ولا كي, كي اكثر منهم راح نوليو اكثر منهم لانهم هذوك عندهم عن يعني ما تبانش يعني لحد الان ما تبانش ما تبانش لا بس كاين كاين توظف كاين ولكن هل المواطن البسيط المواطن البسيط سوف يدفع سوف يدفع يدفع الكراء نتاعو من الكهرباء والغاز والاكل والتمدرس أبنائه هل هذا هو السؤال؟ هل هذا سوف يكون خادما عند عند اصحاب المال ولا يكون سيد في وطنه عنده كلمه يقولها؟ اذا هذا يعني مؤشرات تاع رايحين يوليو خماسه انا 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 اكثر من الخماسه لانه لانه الاراضي الفلاحيه خلاص قضاوا عليها بالسكنات قضوا عليها كلنا نعود نوليو للجبال كاش من كاش ما نصيدوا كاش ما نسيدوا لهم حلوا نعطيو لهم ياكلو طيب <س, تصحيح> طيب <تصحيح> <تصحيح> طيب طلبت منك السلطه انك تشارك في الحكومه بعد الرئاسيه في 2014 انا عارف انه السيد الوزير الاول اتصل ببعض رؤساء الاحزاب لا عرض عليهم لا احنا ما احنا ما كانش عندنا اقتراح ولكن تلاقينا مع السيد رئيس الوزير الاول وتحدثنا في شتى المواضيع في شتى المواضيع ولكن هذه المواضيع ربما هي في الجانب الاقتصادي في الجانب التربيه في جانب في في في, في هذه بعد الرئاسيات ولا لا لا لا, قبلها لا, لا هذا الايامات هذه تلقيتوا منذ 15 يوم الى بحسب آه ما اني عارف حوالي هذاك بطلب مني لاني طلبت تشوف السيستم انا طلبت انا طلبت له يشوفوا تلاقينا مي الشيء هو كان حول وضع اقتصادي اجتماعي اكثر منه وسياسي واش قال لك سي امكن خطوط عارضه لا هو كان متفهم وهو متفهم في الوضعيه وله نظره نظره انه سوف تكون هناك اجراءات استعجاليه في بعض المو... الاخر ولكن مثلا اظن هو نتحدث على ال... الغاز الصخري نتحدث عن الانفتاح الاقتصادي نتحدث ولكن مثلا مساله الغاز الصخري يقال يقال ويشاع بأن الدوله مضات عقود مع توتال ما تكلمش معك في هذا الشيء ولكن هذا 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 ما يقدروش ما يقدروش يهدروه مع معارضه ولكن هناك يقولوا بان هذا الغاز لا لا يضر بالمياه ونحن نحافظ على المياه ونحن نفضل ان نحمي المواطن ولا ولكن هذا ما لازمش تكون الجزائر هي محل تجربة أو الجزائر أو التجربة لأن هذا الغاز هو محل تجربة في دول في كونت كينجي نهضروا على أمريكا موش نفس الطبيعة الجيولوجية والخزان المائي الغير متجدد اللي هو في الأمريكان هذا شيء آخر يعني ما نقدرش نقارن نقارن التنقيب والبحث عن الغاز الصخري في امريكا كما في الجزائر ولا في كندا ولا طيب في فرنسا نحن نعرف نحن نعرف بان اليوم كل الابحاث حول الغاز الصخري في الجزائر هي كانت تعاقد مع توتال وتوتال كانت صرحت بان استغلت الغاز الغير نون الغير الغير, الغير متداول في, في, في الجزائر وبالتالي معنى ذلك ان هناك الشيء اللي نطرحوه كسؤال ما هي التكلفه التي التي دفعتها الشركات الاجنبيه من اجل البحث عن الغاز الصخري في الجزائر وهل المبلغ الذي دفعته هذه الشركات وهل الجزائر هي عاجزه على اعاده الاموال هذه الاموال الى هذه الشركات لم اسكو هذه المعلومه صحيحه هل فعلا كاين هذه المعلومه مؤكده يعني كيف انه شركات دفعت اجنبيه لا دفعت اموال لا ما تقدرش الشركات تجي تجي تنقف فوق ارضك بدون ما تدفع من غير المقبول انت عندك صاحب قطعه ارض يجي واحد يحب يحفر يحفر يحفر, يحفر شيء باش يجبد الطين ولا حاجه اذا ما كنت ما, ما تقدرش تعطي له باطل ما تقدرش تمد له تمد له ارض باطل بدون اجر بدون مقابل اذا هذا هذا شيء طبيعي هذا س س بلا ما بلا ما يقول لك لانه ما شركه تدخل الوطنك تحفر بلا شيء هذا غير مقبول اذا نحن نسال ما هو المبلغ الذي قدمته هذه الشركات للتنقيب والبحث على و واستغلال الغاز الصخري في الجزائر اذا هذا هو المشكل الحقيقي ما هو يقول مبلغ كبير مثلا ان صحه المعلومه لو, لو لم يكن هناك مبلغ كبير والتزامات والتزامات التزامات لما قامت الجزائر بالتراجع عن هذا القرار والغت هذه التعاون رغم انه السيده لويزا حنا نفدت نفذت معايا فحست بوضوح قالت لي سوناتراك هي اللي راهي تقوم ما كاش كاع توتال سوناتراك ما عندهاش الخبره هذه نملك التكنولوجيا ما تملك والو سوناتراك السوناتراك, السوناتراك ما تملك هل هل احنا عندنا مخابر للمخابر لـ 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 للمركبات الكيميائيه الكيميائيه التي سوف نفجر بها الصخور تحت الارض هل لنا خبره ومعرفه هل صنعنا هذه الالات الآلات الحفر هل هي من صنع جزائري اي أيوة خليني مازال ما وصلناش لهذا باش يقولوا لي سوناطراك سوناطراك هي هي تجيب تاع الكورتاج تاع اللي تحفر بهم هذوك تجيبهم من المانيا تشريهم كيفاش تقول قلتها عندنا <applause> عندنا عندنا عن، عن تقني يعرف يحط البياسة مع اختها وخلاص هذا ما طيب خليني نستفاد وانت من لقائك مع السيد الوزير الاول وانت التقيته منذ 15 يوم وانت عليك معروف انك معارض شرس لقانون الاسره ومعارض شرس لقانون العقوبات الاخير اللي تعدل الخاص بتعنيف المرأه واش قال لك السيد الوزير الاول بخصوص. اظن السيد الوزير الاول هو متفهم للوضع نتاع القانون الاسره وهو داري وقال بلي احنا فيه فيه قرار تأخذ ولكن سوف لن نذهب ابعد من لتح... لوضع هذا القانون لانه سوف يفجر الاسره وهو متفاهم هذا الوضع صحيح انه حاول يدافع ولكن الدفاع ما كانش مش يعني حاب يدافع باش يكون بقوه لا ولكن حاول محاوله لاقناع ولارضاء بأن هناك خلل ما وقع في هذا القانون وبالتالي هم الآن تعرف لك السيد الوزير الأول لأحتراف لا اعترف لك بأنه فعلا ما نقوله احتراف نقولوا أنه شكك في في هذا القانون بأنه قانون ناجع وقانون سوف يكون مقبول من طرف كل الجزائريين قال لك مثلا يمدوا تعليمات لمجلس الأمة باش يسقط هذا لا, لا ما يقدرش لأنه مجلس الأمة ربما الحكومة الحكومة تقول تطلب تريث ما تقدرش تقول تعطي أمر لا مش أمر يعني في إطار سياسي أنت عارف إيه الجزائر إيه من أحسن مني إيه رئيس إيه تريث التريث يقدر يقول ولكن ما يقدرش يفرض عليهم موقفوه لأنه يقدر يقول تريث يعني أجل أجل ما تسرعوش قال لك الكلام سيد الوزير الاول يقول انا استشف من كلماته بانه هناك نيه ل للتراجع تاجيل تاجيل النظر فيه وإبقائه في في الاخر لانه لانه اليوم الاعلام كان واقع وحاضر والمشهد نتاع المجموعه التي كانت داخل البرلمان هي كانت لا تمثل الاغلبيه وان هناك انتقادات من البرلمانيين الذين سحبوا من هذا يعني يدل بان هناك تمرير هذا القانون عن طريق الغرفه الغرفه البرلمان كان مشكوك فيه وبالتالي سوف يفجر اشياء اخرى ممكن اذا 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 تعدل الدستور في نهايه شهر ابريل وتشكلت حكومه سياسيه حسب ما يتداول ممكن سيموساتواتي يدخل في الحكومه حزبه اذا طلب منه احنا طبعا احنا لحد الان لم أه لم نصل الى هذا فالحكومه اليوم هي أه سيره والحكومه الان هي موجوده ونحن لا نفكر في الدخول الى الحكومه لان ما, ما اصلا ما نفكرش فيها لانه من يعطينا هذا الـ هذا الـ هذا, الـ هذا الـ المكان هو الشعب نحن نؤمن بسلطه الشعب ونؤمن بالمجالس المنتخبه نحن ما نسعى اليه هو توقيف مسار الانتخابات المفبركه والمزوره. نحن ندافع على هذا، نحن نسعى الى اثبات وجود كلمه شعب في وطن امن به الشهداء وحررها الشعب لان الشعب هو الثائر وليس وليس الفئه هي النخبه هي التي النخبه ربما ادلت الشعب على الطريق الصحيح. ولكن الشعب عندما احتضن الثورة حرر الجزائر ولكن اليوم علينا كذلك أن نعيد الكلمة إلى الشعب من أجل إنقاذ الجزائر مما هي طيب هذا كلام سياسي وأنا فهمته سي موسى فهمت أنا المعلومة إذا تشكلت حكومة سياسية ودخل مثلا الأفافاز جبهة المستقبل وطلب من حزبك مثلا يدخل تدخل لا ما تدخل من, من, يؤهل من يؤهلني أن أدخل هل أهلني قرار إيه انك عندك حزب عندك حزب عندك <applause> نواب في البرلمان يعيط لك سي الوزير الاول قال الو سي تشارك معنا في الحكومه كحكومه توافقيه اظن اليوم اليوم المشاركه في الحكومه هو علينا ان نصل الى نقطه مهمه ما هي النقطه المهمه؟ النقطه المهمه هو اننا نتراجع على بعض الاشياء التي سوف تعصف بالجزائر في بالجزائر في الدخول الاجتماعي المقبل لان الان الانفتاح على على النظام النظام الاقتصاد الحر سوف يؤدي لا محال بانفجار اجتماعي اللي رانا نتخبطوا فيه وهذا ما رأ... سوف يعيدنا الى نقطه الصفر تاع 88 طيب على بعد الفاصل سي موسى نتكلموا على على هذا الراي ونتكلموا على خروج المعارضه للشارع وكيفاش تشوف انت هذا الامر بعد الفاصل طبعا أعزائي المشاهدين فاصل ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من حصة بوضوح أهلا بكم أعزائي المشاهدين مجددا في الجزء الثاني من حصة بوضوح دائما مع ضيفي السيد مستوتي. أهلا وسهلا بك سيد بك مجددا إذا كنت تقول لي سيد موسى تواتي على الانفجار وكذا كيف تشوف خروج المعارضه للشارع في مظاهرات سلميه؟ تشوف انه من حقها تشوف انه السلطه من حقها انها تستعمل الاليات القانونيه من اجل حفظ الامن العام وانه ممكن الامور تتميع وكذا اظن العنف 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 يولد الانفجار والانفجار اليوم الضغط هذا الذي يقع على المواطن البسيط لا أقول المعارضة لأن المعارضة هي تريد أن تجمع تجمع المغضوب عليهم والرافضين للوضع الاجتماعي والسياسي والحقوقي لكل الفئات المجتمع وعدم المساواة هو الذي سوف يفجر الوضع وهذه المعارضة تبحث تبحث في نهاية المطاف. عن مساند وعن ولكن لابد ان تكون هذه المعارضه اكثر اكثر صدق ومصداقيه من من الحاكم والا فسوف تجد نفسها انها تتخبط وتتصارع من اجل ان الحاكم يعيد يعيدها الى سده الحكم او يشركها في سده الحكم للغضب على الاخر، اذا هذه الفتره فيها المعارضه اقل صدق ومصداقيه من الحاكم؟ لا, لا هي كانت في الحكم معظمهم كانوا في الحكم يعني كيفاش انت كنت في الحكم كنت لاباس ومن بعد ما سقطت من الحكم تكلم يعني على السي علي بن فليس والسي بن بيتور نهضر أنا ما نشخصش الناس ولكن لا واضحه يعني, يعني واضحه هم يعرفوا كل واحد يعرف روحه واضحه ما فيهاش يعرف, يعرف روحه والشعب يعرفهم هم يعرفوا روحهم والشعب يعرفهم انا ما علاش نهضر أنا ما نذكرش اسماء الاشخاص انا نذكر انه انه من كان ولم يدخل تعديلات ولم يستقيل ولم ولم يقوم بمبادره قال لا هذا عيب عليكم هذا الشعب رانا احنا منه هو لينا يعني سبن بيتر استقال انت ما تعنيش ما نعنيش ما نعنيش واحد ما نعنيش انا ما نعنيش انا ما نعني حتى شخص ولكن نعني افعال وتصرفات الاشخاص لانه هو جزائري من مثلي مثله ما من نذكروش لانه موشي في الحكم كنت في الحكم نقول كان نهضر كان كي كان ما يخدمش وكي طاح ينوض يخدم من ما غير مقبوله هذه ما نقدرش نقبلها. قل قائل كي كان كان في جهاز تنفيذي ما كانش صاحب مشروع. الان انا انا انا, أنا, يطرح في أنا, أنا, أنا مثلا قلت نطرح في نفسي كمشروع انا انا منفذ ولكن عندما ارى المنكر افضل الانسحاب افضل الانسحاب يا اما انفذ ما يمليه علي ضميري و ضميري. والقانون يا اما ان انسحب هذا ما كان كيف بيناتكم انتم المعارضه حساسيه كبيره يعني لا, لا ما عنديش انا ما عنديش انا عندي ما عندي حتى مشكل مع اي كان ولكن لا اشارك من لا ارى فيه تطابق مع افكاري هذا ما كان مع افكاري لا افكاري الشخصيه وانما افكار غالبيه الشعب الجزائري الذي استقال الذي استقال سيادته وسلطته لماذا ما انضميتش لتنسيقيه الانتقال الديمقراطي؟ انا كنت طلبتهم وانا حضر عندي هنا باش باش نعالجوا موضوع مهم اللي هو نستطيع ان نعيد الكلمه الى الشعب هو الانتخاب البيومتري هو هو خلق برلمان شعبي يجوب يجوب كل القرى وكل المداشر وكل وكل الاخر لتوضيح برامج برنامج المعارضه بدل من ان اتكتل في الصالونات واخاطب الشعب واخاطب الشعب من الصالون. ما, ما, ما كملتش معاهم انا اقصد انا عارف لا لا ما لا, لا هما 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 شافوا باللي هذاك ما يساعدهمش ما قبلوكش معاهم في التنسيقيه يعني لا لا لا, لا هما انسحبوا هما ما حبوش يمشيوا في, في, في الاتفاق المبرم بيناتنا في اتفقتوا؟ اتفقنا على اساس تاسيس برلمان شعبي اتفقنا على اساس المواجهه المواجهه ما حبوش برلمان شعبي معارضه؟ ما بغاوش ما كانش درنا ثلاث جمعيات ولا عاد يقول لك ثلاث لقاءات ومن بعد كل واحد وين عاد يجبد في جهه انا شفت وكانه وكانه يحاولوا كيف يمكن ان يحطك حجره تحت كرة ويطلع باش يلحق يلحق عند عند سيده الحاكم باش كاش ما يستغنى منه انا هذه ما نقبلهاش انا سيدي هو يعني يخدموا كما يقولوا بالعاميه انا سيدي الشعب كون قالوا نتمشاو للشعب حسيتها في اطراف المعارضه حسيتها؟ ماشي حسيتها انا انا الطريقه اللي يحبوا يخدموا بها ما تساعدنيش انا نحوس ان الطريق هي هو هي مصدر كل سلطه وهو الشعب هو صاحب الكلمه الاخيره والاولى هذا هو وماشي الشعب هذاك المرتزق لانه كان الشعب هذاك اللي يخلص ويقعد يقعد, يقعد يدور في الطريق هذا كلام اللي ما عنده حتى معنى هذا كان هذاك خاطيني هذاك 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 اللي يركب هو السلطان لكن على واش وجه الاختلاف تحديدا بينك وبين التنسيقيه؟ انا اولا بيني وبين التنسيق بيني ما قبل التنسيق لان كنا كنا قبل التنسيقيه هو اولا بدينا في الانتخابات وكنا طلبنا باش تكون هناك انتخابات بطاقه البيومتريه او والعد الالكتروني ما يتعدش باليد ما كاش اليد العد الالكتروني قدمنا مشروع قدمنا مشروع لوزاره الداخليه وزاره الداخليه بدات وكذلك حتى لو بيلتان فوت كان باش يكون ان بيلتان بار يعني كل مواطن عنده يرفد الورقه نتاعو اللي مرقمه بالكود بار ما كان والو يرفدها وتحط كي بدينا هنايا الجماعه كنا درنا لقاءات في في القبه في دار دار الصحافه في القبه حول الموضوع قدمنا جبنا الخبير خبره جزائريه يعني خبير جزائري قدمنا المشروع ومن بعد قعدنا على اساس في هذا التنسيق في هذا التنسيق ثم عندما وصلنا الى اللجنه السياسيه لمراقبه الانتخابات جماعه خرجت من الصف واصبحت تتحاور مع الاداره على اساس كوطات شكون يا الجماعه؟ اللي كانوا معنا شكون اللي كانوا معكم؟ كانوا هما معروفين يعني في كانوا مع حزب حمص مثلا كانوا معنا ايه؟ كان حزب جاب الله مثلا كانوا معنا وتفاوض على الكوطات ما تقول ليش هذو تفاوضوا على الكوطات علاش هذو رمز للمعارضه علاش المعارضه ما المعارضه ما عندهاش رمز المعارضه اذا اذا تفاوضوا هذو على أمر خطير لما تقول لي انا ما قلتش انا انا قلت كانوا معنا ما قلتش تفاوضوا قلت راحوا تفاوضوا الكوطات لا انا قلت كانوا معنا ما قلتش تفاوضوا قلت المجموعه الغالبيه لانه ما دام ما كملناش في المسار مع وزاره الداخليه ورفضنا ورفضنا رفض قاطع معنى ذلك ان هناك اه تخوف ان هناك اه قبول ان هناك وعود قبلوا بها انا ما, ما نقدرش لاني كنت فاهمه معك وما نمشي وما نكملش معك معناتها عندي عندي مصلحه ما في جهه اخرى احسن من معك وهذا هو المشكل اذا من هذا المفهوم انا قلت هذه ما ما تساعدناش وجبدنا واحد واحد ضد الجماعه والجماعه ضد واحد والحق هو اللي يبان في في نهايه المطاف غطات عليك التنسيقيه على حزبك ولا ما غطاتش عليها؟ كيفاش؟ التنسيقيه غطات على حزبك ولا ما غطاتش عليها؟ لا ما غطاتش ما تقدرش تغطي انا كان عندي خلاف مع مع الاداره خلاف مع مم. مع الجهات التي صنعت التنسيقيه يعني في المعارضه كان سيمو ستوتي بارز في وقت من الاوقات في المعارضه بحزبه بكذا الان اصبح البروز ربما اكثر للتنسيقيه لا لا لا, لا. انا الان الان همنا الوحيد هو اعاده هيكله الحزب وجعل من وجعل من المناضل يدافع على برنامج على ارضيه سياسيه لحزب بدل من اننا كنا في المعارضه الارتجاليه، المعارضه الارتجاليه كنا استقطبنا اكثر من 400 الف مناضل ولكن هذا ال الف مناضل كانت تتبع خطاب ما تبعش برنامج وهذا يعني في نهاية المطاف أنك ما تقدرش تروح توصل بعيد لأنه المناضل تاعك غير متشبع بأيديولوجية الحزب وببرنامج الحزب وهذا هو الشيء الخطأ اللي وقعنا فيه إذا احنا عاودنا تراجعنا ووقفنا المسار وعاودنا انطلقنا الآن ننطلق في أنه المناضل لابد أن يكون داري وعارف بأهداف وبرنامج طيب الحزب. تشوف هذه الفضائح الفساد هذه ملف ملف الخليفة ملف سوناتراك ملف الطريق السيار اللي بان إلا يعني الحوت الرقيق الحوت الخشين كاع ما كانش أظن اليوم إحنا ما نقدروش نهضروا على هذا إحنا علاش ما نهضروش على القوانين اللي... كما قال لي واحد كامل كامل شهود حتى الشهود البعض ما كانش اه شاهدوا ما كانش اليوم إحنا نهضروا علاش وصلنا لهذا هل هل هذا لأن الجزائر فيها قانون وأن فيها سلطة شعب أو فيها سلطة خفية لا يعرفها إلا الله ولا يعرف هذه السلطة إلا هم. إذا هذا هو المشكل. القانون في الجزائر بما أنه قانون دولة قانون غا دولة قانون الغابة ما تقدرش تتح... ما تقدرش تجيب الشاهد الظلمة ووحش مد... م... أكثر قوة من الآخر كلاه وشكون اللي كلاه كل الغابة كلاته. الذيب جاكلا والثعلب كلا وال كلا والدنيا كاع كلات حوس عليهم في الغابه تجيب المتهم المتهم الرئيسي مكاج اذا هذا هو المشكل لانه مكاج دوله القانون كانش دوله سلطه الشعب الان كيف يمكن لا يمكن ان نعالج الموضوع بهذا كلهم متهمون الى غاية الى غاية اثبات العكس يعني من رئيس الجمهوريه الى من جاء برئيس الجمهوريه هم متهمون امام الشعب لان الضحيه هو صاحب الحق هو الشعب انا ما نقدرش نقول لكن الرئيس يعين الناس يعين ولكن عينته عينته كيف عينته ما يعين يعين يجي يوقف فوق راس شاكيب خليل قال انت تسرق لا وما لا. تسرقش يجي يوقف فوق راس الخليفه يجي يعني كاين امور ما متاحه انت مثلا رئيس حزب سي موسى خليني نمد خليني مثال انت رئيس حزب لما مناضل يخرج لك الطريق تقدر انت تجي تقول له لا لا ما تقدرش وانت صرا لك مشاكل مع مناضلين معاك كاين اجراءات قانونيه ما لهم كاين اجراءات قانونيه كاين اجراءات قانونيه وحيل الملف هذه النصر في العداله يكون لا لا لا, لا ما, ما, تدافعش عليه هل انت تقدر تجيب لي الان شكيب خليل هل اسمه مذكور م. هل هل وليده مذكور يقول لك بالك السيد بريء كيف باري جيبوا عند القاضي القاضي هو اللي هو اللي حدد انت علاش تحميه انت قبل ما يكون في الاخر علاش تحميه قبل ما يكون امام القاضي اذا لماذا لماذا هناك قاضي في المحكمه لماذا هناك كل هذه المحاكم ماذا محامين ما ذكروا حتى اسم يعني معروف المحامين تقريبا ما ذكروش كاع بعض الاسماء غير مذكوره تماما لا, لا, احنا نهضروا ليس المحامي نحن نتحدث ربما اليات قانونيه من نتحدث نحن, 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 نحن نتحدث على الاجراءات القانونيه والتي ينظر فيها القاضي الذي لا بد ان يكون هذا القاضي قاضي رئيسا ومسؤولا امام ملف وامام وامام اجراءات قانونيه اذا هل القاضي هذا عنده استقلاليه تامه وغير خاضع لضغوطات من جهة اخرى او لا اذا المشكل ان كيف يمكن ان نحرر القاضي من الضغوطات التي تقع عليه يعني استقلاليه القضاء استقلاليه القضاء والقاضي هو المسؤول الاول والاخير في هذا الوطن طيب في النظام الجمهوري طيب آه انت ممن يعتقدون سي تواتي بانه كاين صراع في اجنحه السلطه او كين خلافات ام لا الامور متوافقه دولة الدوله ماشيه طيب. والله انا نقول باللي هناك مصالح ولا يمكن ان تكون هناك آه خلافات لان الخلافات آه تقع المصلحة. ولا على المصلحه وليس تقع على على شيء اخر على مبدا لانه كون جات الخلافات تكون على مبادئ على مبادئ كيف يمكن أن نرقي الإنسان الجزائري كيف يمكن أن نجعل من الجزائر دولة 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 ذات سيادة وذات استقلالية اقتصادية وذات وذات هيبة وذات كذا هذا ولكن اليوم إحنا الدولة نتاعنا هي الصراع بين الأجنحة من يأخذ أكثر من 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 الآخر هذا هو المشكل من يكون أقوى من الآخر وليس من من يشجع من يكون خادما للدوله من من اجل ان تكون دوله في في اقليمنا الافريقي وفي في اقليمنا المغربي وفي اقليمنا الافريقي والمتوسطي اننا نكون دوله ذات اقتصاد وذات وذات نمو نمو اقتصادي ذات دخول في السوق العالميه تنافسي خارج خارج ارزاق الاجيال القادمه. في في الفلاحه في الصناعه المكمله في الصناعه في 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 في, 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 في الخدمات في السياحه في كذا هذا نقول لك وي نهدر نقول لك هنا الصراع قائم بيننا ولكن اليوم لا احنا مشكلتنا انه من يمكن نسترد كل شيء من الخارج وشكون يجيب مش الصين وشكون يجيب من كذا وشكون يدير المونوبول تاع كذا وشكون تاع السيارات وشكون تاع وش نتاع وش كل حاجات هذا هو الصراع يعني شكون لا تاع لابار شكون لابار تاعك شكون يدير لابار اكثر من الاخر طيب المشكل ما كانش حاجه واسمها غيره وطنيه انا نحوس كيفاش وراه الحاكم اللي يبكي على البلاد ويقول لي. حبس الشعب تاعي أنا لكن يقول القائل حتى أنتم رؤساء الأحزاب نفس الأمر يعني ومعظم رؤساء الأحزاب ومعظم الأحزاب اللي في السلطه واللي في المعارضه ولات اسبيه يعني شركات ذات اسم لا شوف اسمح لي معظمها اسمح لي لا, لا احنا, احنا لا. يعني نفس الامر لا شوف لابار شوف اسمح لي كاين شيء اللي لازم تفهموا عليه من يدافع على مبدا وعلى رؤى وعلى منهجيه والراهو رايح ماهوش كيما اللي راهو يتصرف احنا ما عندنا حتى مسؤوليه مسؤوليتنا هو اننا عندنا ارضيه سياسيه عندنا قانون اساسي ونظام داخلي حابين ندافعوا باش نوصلوا نجسدوا افكار هذه المبادئ كي نوصلوا للحكم ونختلفوا ونتراجعوا على هذا المبدا ثم نتحاسبوا وشكون يحاسبنا الشعب اما يحاسبني المناضل خارج الاطار المؤتمرات دورات المجلس ما يحاسبنيش هذه وي يحاسبني في تبديد المال المال الحزب يحاسبني في كذا هذا وي بصح يحاسبني في الانحراف على الارضيه على المبادئ السياسيه والمنهج والمنهج المصارحه والمكاشفه هذا يوين يقول لك ايه بس انت كيفاش تحاسبني باسكو يمليو عليك يقولوا لك دير, دير المشكله دير المشكله باش توقف باش توقف الحركه نتاعك تجي تخلق مشكله داخل من اجل من اجل انك تكون عميل للاخر لا مش عليكم مش ما عندكمش انتم ايضا ديمقراطيه ما عندكمش تستغنوا بالديمقراطيه يعني خارج احزابكم بصح الديمقراطية السلطه بالديمقراطيه واحزابكم لا لا فيها فيها لا, 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 لا احنا الديمقراطيه هي موج هي لازم لك تدخل في اطار القانون، هل القانون س -س -س القانون الاساسي تاع الحزب هل كان فيه خروقات ام لا؟ هل كان هذا هذا القانون الاساسي املاء من من شخص او جاء جاء نتيجه تفكير جماعي ومصادقة المؤتمرين، اذا هذا هو الشيء اللي نناقشوا فيه، اذا تناقشني في القانون الاساسي وتقول لي باللي انت انفردت نقول لك تجاوزت هذا القانون نقول لك معليش، ما, ما اما تقول لي هكذاك ظاهريا تقول لي باللي احنا كي رانا نطعنوا نفس الطرح تاع السلطه يقول لك القانون يعني وراه القانون، ها هو القانون لازم نحط من يعني ها هو القانون نتاعو، القانون العقوبات ولا القانون الصفقات ولا القانون، القانون الصفقات شكون داروا؟ هما داروه القانون 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 رفع الدعوات انت درك مواطن مواطن في عامل في مؤسسه تشوف تشوف التبديد والتبذير وترفع دعوه ترفع دعوه تلحق القاضي يقول لك ما واش من عندك تقول له انا عامل يقول لك واش من عندك تاع المسؤوليه تقول له انا عامل يقول لك الوحيد اللي يقدر يرفع دعوة هو المدير ماشي انت انت تسكت اذا هذا القانون اللي داره النظام وبالتالي فهذا في هذا شيء اما في, في, الحزب في دورة المجلس الوطني نقدم الحسابات في الحسابات المصاريف والمداخيل في في, المؤتمرات كيف كيف في طيب تأيد 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 القرار اللي اتخذته السلطه مؤخرا بخصوص عدم مشاركه الجيش الوطني الشعبي في, في القوه المشتركه هذا القوه العربيه المشتركه نظن اليوم احنا احنا رانا في في مشكله الجزائر ما لازمش ما لازمش نوسيو احنا الحدود نتاعنا وامكانياتنا الماديه اليوم يعني عندك انت مشاكل في المالي مشاكل في في, في في في, في, الحدود المغربيه في الحدود في الحدود الماليه في الحدود في النيجر في, في عندك في ليبيا عندك يعني بؤره بؤره تغلي كيف يمكن لك ان تدفع بفيلق او وكيف يمكن لك ان تثبت للراي العام الدولي بانك انت, انت تسعى الى احترام حقوق الاخرين وعدم التدخل في الشؤون الداخليه للدول الاخرى وكذا من بعد ترفد انت على العسكر تاعك وتروح توسي على اي اساس نبعث ولدي موت؟ انا نبعث وليدي يموت؟ انا وليدي مات لهنا في الماساه الوطنيه كيف نزيد نقتل اولادي نبعثهم؟ كاش واحد جا شاركنا هنا في الماساه الوطنيه؟ ها؟ همات يعني انت مع الراي اللي يقول انه فعلا يعني اذا انا نحافظ على وليدي في بلادي انا ما نقدرش نكون في في حاجه اخرى كاين هناك اساليب واجراءات بالمعلومات اللي عندي سيكون تعاون استخباراتي تمويل مادي وتدريب عسكري يعني هذه المسائل الجسديه هذا معليش هذا مقبول هذا ما عندي منه هذا مقبول هذا مقبول بصح باش نروح ندخل ثلاث مساهمات يعني قررتها السلطات اه اه باش نروح ندخل انا ما نقدرش ندخل في في في, في 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 مسار في 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 مسار شعب اخر ما هي الاحزاب اللي تشوفها تملك في الجزائر فعلا مشاريع سياسيه المشاريع التي تملك اظن اليوم المشاريع اللي لابد ان نبدا فيها هو انا ما نحوش نفهم في حاجات واحده اخرى هو ان الحاكم لابد ان يعترف بان حق الشعب في العيش الكريم وفي وفي المساواة وفي العدالة الاجتماعية وفي وفي الأخذ برأيه هو ال هو النقطة الأساسية ولكن النقطة الأساسية لا يمكن أن ننطلق بهذا ارتجاليا بقرارة سياسية بل علينا أن نعيد الكلمة إلى الشعب ببناء دولة لم القرارة. تفقين أنا أقصد الأحزاب السياسية الآن اللي تنشط اللي عندها أنت تشوف كرجل سياسي عندك تجربة عندك خبرة تشوفها عندها مشروع سياسي هما كي قال الافلا قال الارندي ما ما عندوش عمره ما كان عنده برنامج لا لا نسال الأفلان عمره ما كان عنده برنامج الارندي نفس الشيء ما عندوش برنامج هذو هذو نحيهم هذو هما السلطه السلطه جابتهم باش تتمر بهم مشاريعها قد مش يختلف دي معك يقول لك الشعب ديما يعطيهم صوتهم لا الصندوق المزور هو اللي يعطيهم السلطه. طيب خلينا شكون الاحزاب اللي عندها مشاريع سياسيه في الجزائر؟ اظن هذا 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 الحكم يعود الى الشعب وليس لي. لاني انت كرجل سياسي عندك خبره لأ, شو شو لأ, لا, مثلا. لا اتدخل في الشؤون الداخليه للاحزاب وانما اقول الشعب هو الذي يؤمن لانه الحاكم في نهايه المطاف انا سوف اوجه وسوف امدح حزب على حزب اخر لا هذا ما من منشى من من طبيعي لاني سوف اوجه مواطن جزائري للولوج الى هذا الحزب او ذاك هو هو صاحب الراي لان هذا التوجيه انا لا ارفضه لانني انا ارفض التوجيه الاحادي اللي يقول انا برك انا ما ما نقولش انا نقول نهضر على روحي وي نهضر على مبادئي نهضر على تصوري على ما نهدرش على الاخرين لاني انا كل من يؤسس حزب فانا معارض له وهو معارض لي ولكن من من يحكم هو الشعب انا اريد ان احتكم الى الشعب برايك سي مستوتي من هو افضل رئيس حكومه او وزير اول اشتغل في مع الرئيس بوتفليقه في الفتره الاخيره منذ 99 الى غايه اليوم تكفى تقيم ما كانش لانه ما رئيس الحكومه هو ينفذ ينفذ تعليمات رئيس الجمهوريه وبالتالي ما, ما عندوش استقلاليه باش يتصرف واحد ما عمر لك عينك يعني من لا لا والمشكل مش المشكل رؤساء الحكومات وانما هو التوجيهات والتعليمات التي تاتي من لان نحن عندنا نظام رئاسي ما نظام برلماني لو كان هناك نظام برلماني اقول الحزب الرئيس الحكومه الذي يمثل الغالبيه في البرلمان هو اخطا على اخطا بنسبه برنامج حزب حزبه اللي هو احتل اللي هو احتل سدة سدة البرلمان كيفاش تشوف كيفاش حسيت وكيفاش تقبلت مرتبتك والنتيجة اللي تحصلت عليها في الرئاسية ما تزعجتش ما المرتبة ما قبل الأخيرة ولقيت صفر فاصل ما, ما لا ما 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 نزعفش باسكو ماشي على بالي بلي ماشي هذاك الانتخابات وماشي هذاك هو الواقع وعلى بالي نسبة المشاركة المواطنين الجزائري لم تتعدى 19% إذا مقبول مقبول لانه ما عطاونيش عطاو لهم ليهم دونك كي كي قعد الثمانه هذيك حقيقه وهما وهما غير حقيقيه امم شحال ديت انت في الحقيقه يعني ما اللي ديت ديت اللي عطاني الشعب هذاك مقبول انا هذاك اللي ديتو هذاك مقبول ولكن اللي عطاو يعني لهم انت المشاركه فقط لا المشاركه انا بلغت رسالتي بلغت رساله حزب والحمد لله أن الحزب ثبت وجوده بأنه قادر باش يدخل في أي مح أي مغامرة أو أي أي منافسة أو أي أي منافسة ما كانت احنا الحزب نتاعنا أنا نهضر على شارع يعني كنت تقريبا ان قيل أنه راح تقصى يعني لا هذاك شيء آخر ماشي أول حزب اللي جمع التوقيعات تاعو هي الجبهة الوطنية الجزائرية أول حزب وأول حزب اللي عاد قال الجماعة قال لهم معليش ما نستحقوش حبسنا احنا اول حزب اللي يودع الاخر اول حزب اللي يجمع يعني احنا في ظرف في 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 ظرف 15 يوم كنا كملنا كملنا في ظرف اه اه 13 يوم كنا كملنا التوقيعات نتاعنا قعدنا هنا قاعدين نتفرجوا فيهم احنا ما عندناش مشكل دونك معناتها احنا موجودين مهيكلين مؤطرين وعندنا عندنا اه وعائنا وعائنا النضالي وعائنا الانتخابي وعائنا الشعبي هذا نور دوك نعقبك تحب نوري لك 100 120 الف توقيع تاع المواطنين هم مرميين هنا ما ديناهمش حنايا حنا دينا غير التوقيعات تاع تاع المنتخبين برك شحال المصروف اليومي تاع السي موسى شحال صرف النهار مليون زوج المعدل <applause> معك يعني. ما يفوتش <applause> ما يفوتش 200 الف مصروف شخصي تاعك ولا لا, لا 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 كل العائله كل راك متقشف هذا قاسك تقشف قبل يعني تبذير يقولوا عليك ملياردير سي موسى تبذير أه؟ لا وكيف لا وكيف لا لا فعلا يقولوا عليك ملياردير تصرف 200 الف النهار وكيف لا وكيف لا ما يفوتش م... ما يفوتش ما يفوتش بان بولادي عندي 2000 دينار جزائري 2000 دينار طيب لو لو يقدر في حالات في حالات استثنائيه ربما نوصلوا نوصلوا ل 5 5000 دينار لو يصبح يكتب ربي سبحانه الدنيا مكاتب مقادير كما يقول ويصبح وينعم الله وتصبح رئيس جمهوريه في يوم الايام واش اول قرار سي موساتيواتي تاخذه اول قرار كان زوج قرارات قرار العوده الى الى بناء دوله القانون احترام القانون من طرف الجميع مني حتى الأبسط مواطن طيب هذا قرار سياسي خلينا ثاني من. ثاني قرار هو اعاده تاهيل المدرسه الجزائريه هي القرار الاساسي لابد ان يكون هناك اعطاء اكبر اهميه للطفل وللاجيال القادمه باستثناء هذا القرارين ربما هذو قرارات سياسيه قرار قال السيد الرئيس قرر كذا السيد الرئيس قرر اعاده هي الاصلاح انا دائما نقعد في الاصلاحات برك الاصلاح التربيه القانون والتربيه هذا ما كان. هذا هو الهم الوحيد واعاده المساواه بين الشعب لان لا يمكن ان نصل الى هذا الا بقوه القانون ولا يمكن ان نصل الى ترقية الإنسان الجزائري إلا بالتعليم والتربية نتمنى لك التوفيق سي بارك الله فيك شكرا ان شاء سنة. الله فرصه اخرى ونشكرك على رحاب صدرك الله يعزكم وربي يحفظكم ان شاء الله شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين الى هنا وصلنا الى نهايه هذا العدد من حصه بوضوح انتظرونا الاسبوع القادم ان شاء الله سلام